تحكي الخبرية عن بشير اللي كان صوته ملو الزمان. أكيد بعد 28 سنة من اغتياله بعده صوته للشيخ بشير جميل راسخ بأذهاننا وبقلوبنا. وفي ناس مزبوط بتموت ولكن بتضلها حية وعايشة فينا. اليوم حلقة مميزة وكتاب مميز من الدكتور راني جحا اللي بحب رحب فيه باستوديوهات الام تي في. اهلا وسهلا فيك دكتور جحا. كتابك رائع جدا. ميرسي. رجع ذكرنا شوي اكيد الكلمات اللي اليوم ما بتموت اللي هي كلمات حقيقه وباقي كلمات كمان تنبؤيه ويمكن رؤيه هيك فيها كثير من النضوج ومن الاستيعاب اكيد ل ظروف عايشها لبنان وبعده عم بيعيشها منا هيني. كتابك Words from Bashir اللي أصدرته لك كم يوم وبعد حتى ما عملت حفلة التوقيع اللي بنتمنى لك أكيد كل التوفيق فيها. بدي شوي أعرف المشاهدين عن حضرتك لأنه أكيد دكتور راني جحا من مواليد الشياح. أيوة. 1971 وحائز على الدكتوراه بعلم الأدوية أو فارماكولوجي من جامعة University of South California. واشتغلت أكيد بالأبحاث الطبية من بعدها بالتسويق الطبي أو Medical Marketing إذا فينا نقول. وعشت فترة طويلة بالولايات المتحدة وكمان كنت حضرتك مسؤول سابق بمصلحة الطلاب بالقوات اللبنانية كمان بأمريكا الشمالية. كتابك اليوم Words from Bashir ليه كتاب عن بشير الجميل من بعد 28 سنة وليه باللغة الإنجليزية؟ أوكي. صراحة وقت بلشت الفكرة ما كان قصدي أعمل كتاب. كنت مسؤول عن الطلاب بأمريكا الشمالية وبدي أعمل مشروع صغير للطلاب يفهموا بالإنجليزي عن بشير عن القضية. وأنا أصلا بكتب يعني مش سياسي بكتب أشياء طبية بس بكتب. فقلت بلش انترجم شوي عن الخطب ليتهم حطوا لهم كومنتس هاي. بعدين كبر المشروع قلت لا في هون عندنا كتاب في عندنا افكار كثير عميقه وفينا نعمل ريتش اكثر اذا بينعمل كتاب. فكرحنا من الخطاب كملناهم كوليكسيون كلها عملناهم بالانجليزي تتوصل يعني لانه اكيد اليوم كل اللي قاله الشيخ بشير موجود باللغة العربية لأنه هو خطاباته كلها كانت باللغة العربية. دونك حبيت تكتبها بالإنجليزي ليوصلوا يمكن للعالم كله وللبنانيين اللي عايشة برا اللي يمكن حتى ما بيقروا عربي أو ما بيفهموا كتير عربي. مزبوط. وحتى اللي بيقروا عربي بيقولوا لي أهيالنا نقرأ بالإنجليزي. نعم. بيقولوا لي it's easier يمكن للجيل الجديد. نعم. للجيل الجديد يمكن أهيالهم. نعم. It's more accessible يكون بهالطريقة. نعم. حضرتك بالكتاب تتناول 38 خطاب من الشيخ بشير الجميل اللي بين تقريبا 1979 لل 1982. ليه حبيت تتناول بس خطاباته؟ يعني ما فكرت يمكن تحكي عن يمكن نظرته او سياسته؟ هل انت بتعتبر انه هن خطاباته صورة عن كل هالامور؟ يعني ما حدا عبر عن قضية لويت أكثر من بشير جميل بكلامه. فشو فيني أنا أضيف عليها؟ يمكن حطيت شوية تحليلات هيك بس الكلمة والفكرة اللي يعطيها ما في أوضح منها. وأفكاره بخطاباته يعني بنعرف إنه بشير عنده كاريزما كان يحكي بطريقة عنده عاطفة بس هيدي مش أساس خطاباته. بخطاباته في أفكار كتير عميقة وكتير مهمة لبناء دولة. هيدي يمكن ما بنشوفها على التلفزيون يعطوا عنه ريبورتاج بيحطوا الساوند بايتس القصيره اللي فيها زقيف فيها حماس بس المطارح بالسبيتش اللي بيكون اروع ما في زقيف ما في حماس بيكون في افكار كثير اساسيه ولازم تنشر ولازم واحد يسمع خطاب من اوله لاخره ليفهمه مش قطعه صغيره ما بتفهم الجوهر منه. اكيد لا بده يشوف الصوره الكامله اللي كان بده يوصلها. طب كيف حضرتك نظمت Words from Bashir؟ يعني كيف حطيت الخطابات بتسلسل زمني؟ مزبوط. الخطابات مثل ما قلتي من 79 ل 82. 79 لانه اجت بعد حرب السنتين
حرب ال 75-76 وبعد حرب الأشرفية حرب ال 100 يوم اللي هي حرب صيف 78، من بعدها صار بشير جميل كزعيم، وهون بلش يطلع بخطباته ويتسجلوا أكثر. يمكن قبل كانوا كثير بس مش مسجلين. فالخطابات مزمين بتسلسل من أوائل 79 ليوم استشهاده 14 أيلول 82 بذات النهار كان عم يعطي خطاب دير الصليب. وحتى الخطابات مقسمين لفوق 300 سب توبيك، يعني كل خطاب كل ما ينقل من فكرة لفكرة بعطيها سب توبيك وبعطي اسم الفكرة يلي بده يحكيها. فإذا شخص بده يعرف عن شو حكي بشير، عن الدولة، عن الجيش، عن سوريا، عن الاحتلال، عن شو ما كان، حسب الموضوع يعني الفيدرالية، في شوفها بلا ما بلاقيها بسهولة، يعني شو الأفكار يلي عطيها. فهيك بينعرف يعني ما بده يقرا كل شيء، بده يفرى بس ما طالع فيه في لقيها بسهولة. نعم، وإذا الموضوع حكي فيه مرتين حسب كمان زمن، يعني اللي حسب زمن موجود بترجع بتحطه مرتين. أصلا هو كتاب سهل وبين المتناول الجميع، أنا هذا اللي بحب أقوله. مزبوط. يعني حتى اللي يمكن ما بيعرف شيء أو مش منه ديري يمكن شو مزبوط كانت أفكاره للشيخ بشير بهالكتاب بيقدر يفهم. حطيت مقدمات لكل خطاب، خلفيته ليش إجيت، ليش هذا الخطاب وقته، وشو الأفكار الأساسية. وكمان وقت يحكي بشير عن يعمل رفرنس عن حادثة، مثلا بيقول يلي صار جمعة الماضية بالحدث، ناس إذا بتقراها ما تعرف عن شو دغري بحط لها بالفوت نوت شو صار. حتى تفهم كل شيء. كل إذا في زائف بحط أبلوز، إذا في ضحك بحط لافتر. حضرتك أنت نقلهم هودي الخطابات من تيبس مسجلة. أيوة، وشايت مسجلة وكلها أخذتها منها. من هيك بكيف تنقلها مثل ما هي. حاولت قد ما فين يكون خلي العاطفة موجودة فيه. إذا في شيء بيرددوا عدة مرات كنت رددوا، إذا يعني نقلته بزيت الروح اللي كان. مظبوط، قد ما فيني خلي الروح تبعك يحكي هو بجمل قصيرة وبسيطة. نعم، إذا فهيك أنت تكتبه. نعم، نلاحظ كتير بخطاباته أنه الشيخ بشير كان عنده فكرة المقاومة، يعني أكيد، وكان عنده يحكي كتير عن مبادئ ومطالب المسيحيين، وأنه كانوا أكتر شيء الحرية والأمن. وكان يقول أنه كل شيء بينطلب غير هالشيء هو لهدف تحقيق هالأهداف. اثنين، خبرنا أكثر فكرة الحرية والأمن. بشير جميل رخص هدف الأساسي تبع يلي بدهم يوصلوا للمسيحيين. هلأ هو الحرية والأمن للكل، بس بيسموها أهداف مسيحية لأنه هني عم يطالبوا فيها، مش اليوم للكل هيدي. فوقت مثلا الناس تسأل كان مع الفيدرالية أما ضد الفيدرالية أما معكم فيدرالية، كل هيدي يلي مع الفيدرالية معه لأنه بتودي للحرية والأمن. وإذا هلأ نحن مع فكرة 14 أزار دولوية لأنه كمان بتأدي للحرية والأمن. فيلي بده ينتقد أنه أنتوا كنتوا مثلا مع هالفكرة. نعم، مع هذا التنظيم. الجواب بيكون مش معه لأنه هي بحد ذاتها لقيمة، لأنه هي بتأدي للهدف الأساسي اللي هو الحرية والأمن فرد واحد. إذا تطلع على الشرق الأوسط مثلا، يلي عنده حرية ما عنده أمن، يلي عنده أمن ما عنده حرية. بالعراق مثلا وقت كان ما في حرية يقضوا مع عن صدام حسين، وقت صار في حرية للصحافي بطل في أمن. باللبنان مش كنا عايشين بشرية في حرية ما في أمن، رجع بعدين خلصت الحرب صار في أمن، راحت الحرية. رجع إلا للي كانوا عم بيقاموا بعده، وهو ليه ما كان عندهم أمن بالحرية بس كانوا عم يتعذبوا. بعدين 2005 رجعت الحرية، راح الأمن، صار في اغتيالات لكذا شخصية سياسية. يعني هو وقت يلتقيوا اثنين يكون واحد حقق. ايه، فإذا اتفق دوحة مثلا أخذنا خطوة لورا بالحرية، خطوة لقدام بالأمن صارت. يعني بدو شيء يروح كمال شيء تاني. فوقت الطالبة بالحرية والأمن اثنيناتهم، أنت عم يعني داخل بمعركة ضد ركيزة الشرق الأوسط كله يلي ركز على يا هي يا هي، وهي قضية القوات وهيدي قضية 14 أذار اليوم. نعم، حلو كتير. طيب شو هي الأفكار الأساسية اللي بيطرحها كمان الشيخ بشير بمجموعة خطاباته غير هالهدفين؟ أفكار أساسية واحدة منها مثلا المقاومة والحرب اللي عم نعملها، كان يرجع العالم على الأسباب تبعه، والأسباب مش يرجع أنه أوكي في مجموعات مسلحة منحربة فينا نلومهم.